اللجنة، فمثلا إذا أخذنا أنت رقم إثنان في اللجنة الثانية، وبالتالي فدورك هو الثاني. المترشح الأول الذي يبدأ هو يدخل عند اللجنة. عندما تدخل إلى اللجنة تطرق الباب وتدخل. إذا هناك بعض الأمور اللي هي من بروتوكولات المباراة، تدخل وتسلم على اللجنة وتقف مكانك، لا تجلس حتى إلا إذا أعطتك اللجنة الإذن بالجلوس، فحين ذاك يمكنك الجلوس. يطلب منك رقم البطاقة البطاقة الوطنية، يتسلمون منك البطاقة الوطنية ويسجلون بعض المعلومات ويسلمونك اختبار، قد يكون وضعية مشكلة، قد يكون نص مدير بأسئلة، إذا قد يكون تمرين. إذا كل لجنة لديها عمل خاص تعطيه المترشح، تيست. فيطلب منك أن تأخذ ذلك تلك الورقة التي فيها الواجب، أو قد يملى عليك وتكتبه أنت، لأن هذا يختلف حسب اللجان. فتذهب إلى قاعة مخصصة للمترشحين، تعطى لك مهلة من ربع ساعة إلى 20 دقيقة، إذا تقريبا أو نصف ساعة، إذا يختلف حسب كل مترشح. تعمل على إنجاز الواجب، وفي نفس الوقت يطلب منك تهيئ سيرتك الذاتية باللغتين، بالفرنسية واللغة العربية، وكذلك مشروع بحثك باللغتين، باللغة الفرنسية وباللغة العربية، هذه 3 أشياء. إذا السيرة الذاتية مطلوبة باللغتين، مشروع بحثك الوارد فيه الرسالة التحفيزية باللغتين، وكذلك ذلك التمرين الذي قد يطلب منك أن تنجزه، قد تسأل عنه وقد لا تسأل. لهذا أمور، ثم بعد أن تنتهي تلك المهلة يطلب منك الحارس أن تلتحق بالقاعة التي بها اللجنة. من جديد تسلم، ثم تجلس بعد أن يعطى لك الإذن بالجلوس، وهنا تبدأ المقابلة. أكيد أن هذه المقابلة تبدأ بالتعريف بنفسك، قد يطلب منك أن تعرف بنفسك باللغة العربية أو باللغة الفرنسية أو بهما معا. بعد التعريف بنفسك يمكن أن يطلب منك أن تقدم مشروع بحثك كذلك، إما باللغة العربية وإما باللغة الفرنسية، لهذا فلابد من ضبط مشروع البحث جيدا. بعد ذلك تبدأ الأسئلة، وهو مربط الفرس الذي سنكتشف بعضا منه في هذه الحلقة. أسئلة تكون متنوعة، أسئلة مرتبطة بمشروع البحث بذاته، لماذا اخترته، أو أمور متعلقة فيه، يعني يغوصون معك في يصبرون أغوار هذا مشروع البحث. أكيد هناك لجان تركز كثيرا على البحث، ربما تكتفي بسؤال أو سؤالين، وهناك لجان تركز كثيرا على مشروع البحث، إذا هذا يختلف من لجنة إلى أخرى. ثم تكون أسئلة عامة تهم الديداكتيك، تهم كذلك المعارف. إذا الأسئلة عامة جدا لا يمكن أن نحصرها، وهذا ما ستكتشفون عندما نبدأ بسرد تجارب الإخوة والأخوات. كل واحد وتجربته، كل واحد الذي يؤثر في هذه الأسئلة بشكل كبير هو تخصص أعضاء اللجنة. فإن كان هناك مثلا أستاذ المناهج فإنه سيطرح عليك أسئلة في المناهج. لا أذكر السيد الدبرجي رحمه الله حينما كان يطرح أسئلة في هذا الباب. أستاذ الرياضيات سيطرح عليك أسئلة في معارف وفي ديداكتيك الرياضيات، أستاذ اللغة الفرنسية، يعني توقع أي شيء، لا بد أن نتجهز لهذا، أنه وأنت تجتاز الشق الشفوي توقع أن تسأل في المعارف أي شيء في الديداكتيك. إذا هذه مسائل منتظرة وتطرح بشكل دائم. ما كاينش اللي مقبول يا عمري. وقد يطلب منك أن تقوم إلى السبورة لتكتب. قولي لها ما كاينش اللي مقبول. قد يطلب منك كذلك القيام إلى السبورة وكتابة جملة. إذا قلت
قد يطلب منك القيام الى الصبورة وكتابة جولة سواء بالفرنسية او بالعربية، اعرابها او تفكيكها او صريف فعل او غير ذلك، او ترجمة جملة او اي شيء. اذا القيام الى الصبورة هذه من الامور التي يجب ان يكون المترشح مستعدا لها. تبقى امور اخرى متعلقة بالمترشح، أنه عندما يتحدث فلا بد أن يقوم بتوزيع النظرات على اللجنة. عندما يطرح علي السؤال باللغة الفرنسية فأجيب باللغة الفرنسية، عندما يطرح علي باللغة العربية أجيب باللغة العربية. إذا الجواب يكون بلغة السؤال. ثم إذا عندما أتلقى الجواب يكون لدي مهلة للإجابة وأوزع نظراتي على اللجنة، لا أبقى جامدا وأنظر إلى شخص واحد، إلى ذلك الذي طارح السؤال. لا، إذا نوزع النظرات بشكل بنسب، لأنه أنت تحاور، أنت لا تحاور شخصا واحدا ولكن أنت تحاور لجنة، وبالتالي فلا بد من توزيع النظرات على كل أفراد اللجنة. ثم يجب أن تضع في بالك بأنه سيتم استفزازك، بالتالي لابد أن تتحكم في انفعالاتك. قد يقال لك بأنك لست أهلا لهذا المنصب، أو يبدو أنك لا تعرف كيف تجيب، ويبدو إذا هنا يجب أن تضبط أعصابك، لأن هذا الاستفزاز هو مقصود لعينه لذاته، لأنه هذه أمور معروفة في جميع المباريات الشفوية، لأنهم يطلبون شخصا يضبط نفسه ويضبط أعصابه. إذا هذا أيضا يحيل لشيء آخر، الإنسان يكون متواضعا. التعالي في الشق الشفوي يساوي الإقصاء، لأن غير معقول أن الإنسان أن يكون متكبرا. تكبرت على اللجنة، أنت تتكبر على إخوانك من الأساتذة والأستاذات، وأنت زميل لهم، ويجب أن تكون زميلا لهم، تساعدهم، يعني مواكبة، هذا هو الأصل. إذا تكبرك على اللجنة يعني تكبرك على زملاء العمل. إذا لا بد من التواضع ولا نخجل، لا يوجد إنسان موسوعي. إذا صادف أن طرح عليك سؤال لا تعرفه إجابته فلا بأس أن تقول لا أعرف، يعني أؤكد عليها أن الإنسان متواضع لله رفعه، والعلم لله، الكمال لله وحده. ثم هناك أمور أخرى، أخذ مهلة قبل أن أجيب، وإلا فيعني يعني كل ما يعني حيثما طرح السؤال أجيب بسرعة، فهذا يعني أنه تقول أي شيء، ولست جديرا بأن تكون مفتشا ينصت لك، ربما يكون هدفك فقط إجابة من إجابة، وهذا خطر. إذا أجيب عندما أتوفر على الجواب الصحيح، وليس أجيبه لأنه يجب أن أجيب. إذا هذا من الأمور التي تنتبه لها اللجنة كثيرا في المقابلة الشفهية. ثم لا ننسى بأنه هناك من اجتاز الشق الشفوي مرة مرتين ثلاث مرات، أعرف أناس اجتازوا الشق الشفوي أربع مرات ووفقوا في الأخير. يعني لا يكون هناك يأس، نكون هناك تفاؤل. أكيد أنه لن أتطرق إلى تجربتي إلا بعد أن أستمع إلى تجارب الإخوة والأخوات. إذا ربما أكتفي بهذه الملاحظات، هناك ملاحظات أخرى ولكن لا أريد أن أستفيد بالكلام. الآن أعطي الكلمة للأخت نبيلة المزاري، هي عضو مؤسس مجموعة النجاح التربوية، بدأت معنا منذ البدايات عندما كنا ننظم لقاءات كثيرة جدا سواء في الديداكتيك أو في علوم التربية أو في المعارف أو غير ذلك. إذا نبيلة المزاري عضو مؤسس مجموعة النجاح التربوية، مفتشة متدربة، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي. تحية تربوية عالية للحضور الكريم، لك أخي نور الدين، وأيضا الأستاذ عبد الله وأستاذ حسن من صفحة بليكا فانسكار.
نشكرهم جزيل الشكر على مواكبتهم لجميع المحطات التربوية، صراحة مجهودات جبارة تبذل في هذه الصفحة. أيضا سعيدة جدا بتواجدي معكم اليوم وبتجديد اللقاء مع أخواتي وإخواني من مجموعة النجاح، مجموعة غنية عن التعريف ساهمت في مساعدة فئة كبيرة من أعضائها في ولوج عدة مراكز، أذكر منها مركز إدارة تربوية، مركز تكوين مستشاري التخطيط والتوجيه، ومركز تكوين مفتشي التعليم. صراحة أخي نور الدين اشتقنا كثيرا للأمسيات التربوية والبرامج الشهرية للتكوين، حقيقة هي أوقات وذكريات لن تنسى، وكانت فعلا تكوينات مثمرة نجني ثمارها صراحة وشهادتي مشروحة في المجموعة. يرجع الفضل في ذلك لك أخي نور الدين كقائد ومؤسس للمجموعة. أيضا لا يفوتني أن أهنئ الناجحين في مباراة الجالية، ناجحين في الشق الكتابي، وأتمنى لهم حظا موفقا في المقابلة الشفوية، وهم أيضا معنيون بلقاء اليوم. كما ذكرت أخي نور الدين، ذكرت مجموعة من التوجيهات التي تخص مقابلات شفوية عموما. أيضا نتمنى أخبارا سارة لكل من ينتظر نتائج مباراة مسلك تكوين مفتشي التعليم. بالنسبة لمداخلة أخي نور الدين ستهم نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي أهم مرتكزات المقابلات الشفوية عموما بالنسبة لولوج جميع المراكز ومقابلة مركز تكوين مفتشين خصوصا، ثم النقطة الثانية سأتقاسم معكم تجربتي في المقابلة الشفوية. بالنسبة لاجتياز أي مقابلة شفوية بنجاح هي مجموعة من النقط قمت بتلخيصها، وقد تجدون إعادة لما ذكره أستاذ نور الدين في الإعادة إفادة، وأيضا هناك مجموعة من التوجيهات الأخرى. أولا أؤكد على التحضير القبلي والإعداد المسبق الجيد في مثل هذه المباريات، لا نعتمد على الحظ، وأولا وقبل كل شيء أكيد التوكل على الله واليقين بأنه هو رزق. ربما مجموعة كما ذكرت أخي نور الدين، مجموعة من الإخوان تمكنوا من النجاح في الشق الكتابي، لكن بعد محاولات ومحاولات ربما مرتين ثلاث مرات حتى إلى أربع أو خمس مرات، لكن مع إصرارهم ويقينهم تمكنوا من النجاح في والولوج إلى مركز تكوين مفتشين ومراكز أخرى. قبل موعد المقابلة يجب تخطيط السفر والرحلة، فهي نقطة مهمة جدا خصوصا لمن يخطرون بعيدا عن مراكز المقابلات، ذلك للتأكد من الوقت الذي تستغرقه الرحلة، الوسيلة الأكثر راحة وسلامة لكي تعطي نفسك متسعة من الوقت للوصول والراحة قبل اجتياز المقابلة. لا أحبط فكرة التنقل. أخي نور الدين هل الصوت مسموع؟ مسموع مسموع تفضلي. أخي نور الدين لا أحبط فكرة التنقل إلى مركز الامتحان صبيحة أو قبل وقت المباراة لأن المقابلة، لأن فعلا قد يحدث للمترشح بعض الارتباك وعياء السفر إلى آخره. ليلة المقابلة أؤكد على النوم الباكر والكافي مفيد جدا للذاكرة ويجنب المترشح التوتر والضغط النفسي. نقطة مهمة جدا هي الاهتمام بالهندام والشكل طبيعة الحال دون تكلف، يعني المترشح يجب أن يظهر أمام اللجنة في هندام أنيق لائق بالمنصب الذي سيترشح له، سواء كان مستشار تكوين التوجيه، مترشح الإدارة التربوية، أو كمفتش للمستقبل إن شاء الله. ثم الحفاظ على الابتسامة طيلة مدة المقابلة، أيضا الدخول إلى قاعة المقابلة بالثقة لأن اللقاء الأول بين المترشح وأعضاء اللجنة، إذا أعطيتهم مؤشرات عن ثقتك العالية بالنفس طبعا لا يجب أن تكون ثقة مبالغ فيها، ولكن أنك واثق من نفسك، واثق من مؤهلاتك، هذا هو مؤشر جيد. إلقاء التحية طبعا عند الدخول إلى قاعة المقابلة يجب إلقاء التحية، ولا يجب الجلوس قبل أن تأذن لك اللجنة بذلك. ثم الإجابة بتركيز عن طريق أفكار مختصرة وواضحة وبأسلوب واضح، إذا الإجابات يجب أن تكون إجابات مركزة دون إطناب. ثم تجنب المراوغة وتقديم معلومات مزيفة وادعاء المعرفة، إذا
لا يجب أن أظهر أمام اللجنة أنني مالك المعرفة، أملك جوابا لكل سؤال. ربما في بعض الأحيان عندما لا أملك جوابا يمكن أن أعتذر بأدب أو أقول أن الإجابة لا تحضرني الآن. ثم عدم مقاطعة اللجنة والانتظار حتى انتهاء من طرح السؤال ثم الرد بطريقة لابقة، عدم النظر إلى الأسفل عند التكلم أو إلى الأعلى، بل توزيع النظرات كما ذكرت أخي نور الدين، توزيع النظرات على أعضاء اللجنة لأنها مقابلة، وهذا من باب احترام جميع أعضاء اللجنة، ثم من باب إبداء الثقة في النفس وعدم ارتباك، على ارتباك شئنا أم أبينا يكون حاضرا في مثل هذه المقابلات، ولكن يجب أن لا أظهره أمام اللجنة، أن أتمكن من أن خصوصا ما هو غير لفظي، لأن بعض الحركات مثلا طرطقة الأصابع أو النظر إلى الأسفل أو هذه بعض المؤشرات التي تحيل إلى اللجنة أن هناك ارتباك أو أن ثقة المترشح بنفسه مهزولة. إذن يجب التركيز على هذه النقط، ثم الحفاظ على نبرة صوت مريحة ومسموعة وتجنب رفع الصوت، يعني نبرة تكون مسموعة دون أن تكون مزعجة بالنسبة لأعضاء اللجنة، تكلم بوضوح وتلقائية. واحد الملاحظة مهمة جدا هي أن أعضاء لجنة المقابلة يفضلون الأشخاص الذين ينصتون ويوجزون والذين يأتون للمقابلة مستعدين ويبدون واثقين ونشيطين، وإبداء الحماس، يعني إبداء واحد نوع من الحماس لاجتياز المقابلة ونوع من الحماس أنني مقبل على منصب أو على وظيفة معينة. ثم في نهاية المقابلة أشكر اللجنة ولا أكثر من الشكر والمجاملات وأنصرف بهدوء وثقة بالنفس. هذا ما يتعلق بالنسبة للمقابلات الشفوية عموما. أما بالنسبة للمقابلات الشفوية التي تهم ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم، فهناك أيضا مجموعة من التوجيهات، أولها التمكن من اللغتين العربية والفرنسية، يعني التحدث بطلاقة باللغتين كما ذكرت أخي نور الدين. إذا سئلت باللغة العربية يجب عليه إجابة باللغة العربية الفصيحة، إذا سئلت باللغة الفرنسية يجب عليه الأجوبة باللغة الفرنسية، والانتباه للأخطاء في النطق أو بعض الكلمات التي قد تثير اللجنة وتدعوها إلى طرح مجموعة من الأسئلة. بعض المصطلحات الرنانة، إذا لا يجب تفادي المصطلحات الرنانة وأستعمل المصطلح في مكانه. ثم يجب الانتباه إلى مجموعة من الكفايات التواصلية، أذكر منها القدرة على الإنصات إلى الآخر، هذه كفاية مهمة جدا يجب أن تكون في المفتش. ثم القدرة على التبليغ، يعني القدرة على تبليغ المعلومة، انفتاح وتقبل رأي الآخر، القدرة على تدبير النقاش لأنها من أهم أيضا من أهم الكفايات التواصلية للمفتش التربوي، وضوح الأفكار وانسجامها، القدرة على الإقناع. ثم أيضا هناك مجموعة من الاستعدادات المهنية، أذكر منها الاطلاع على مستجدات نظام التربية والتكوين، يعني سواء كأساتذة أو كمفتشين تربويين، أو يعني ليس لنا عذر ألا نكون مطلعين على أهم مستجدات نظام التربية والتكوين. ثم أيضا الإحاطة بأهم قضايا التربية. أيضا المقابلة الشفوية تقيس مدى الاطلاع على وظائف ومهام المفتش، مدى الحافزية لممارسة مهنة التفتيش، إذن يجب إبداء حافزية لممارسة المهمة وممارسة المهنة المنتظرة، ضبط جميع الجوانب المتعلقة بمشروع البحث كما ذكرت أخي نور الدين باللغتين الفرنسية والعربية. ربما سأذكر بعض النقاط كالدوافع الشخصية والمهنية لاختيار الموضوع، الأهمية والأهداف، مدى رهن ورهنيته، وأيضا ارتباطه بالمستجدات، لأن قد يطرح عليك السؤال مثلا موضوع بحثك ما هي أهميته أو ما مدى ارتباطه بمستجدات، يعني أهم المستجدات الرهنية التي يعرفها حقل التربية والتكوين. ثم الاطلاع على أهم التغييرات والمستجدات التي طالت المنهاج بجميع المواد،
وأسطر على هذه النقطة جيدا، لا يجب التركيز فقط على المواد الأساسية التي مررتم فيها الشق الكتابي، اللغة العربية، اللغة الفرنسية، علوم رياضيات، بل يجب أيضا ضبط المستجدات التي طالت مواد التفتح، مثلا كتربية إسلامية، تربية فنية. مجموعة من اللجان السنة الماضية طرحت أسئلة حول هذه المواد، وطبيعة الحال أكيد أنها ستطرح هذه الأسئلة لما لهذه المواد من أهمية في تنمية شخصية المتعلم. أيضا تطرح أسئلة في ديداكتيك المواد، يجب ضبط ديداكتيك جميع المواد. تطرح أيضا أسئلة في المعارف كما ذكرت أخي نور الدين، معارف اللغة العربية، اللغة الفرنسية، وفي العلوم أيضا، وفي الرياضيات. وفي حال توفركم على إجازة، توقعوا أيضا أن تطرح عليكم أسئلة حول موضوع البحث في الإجازة وأهميته، وأيضا سؤال مهم جدا يطرح في غالب الأحيان، هو مدى ارتباط بحث الإجازة بالممارسة المهنية، أو إلى أي حد ساهم حصولكم في على إجازة في الرفع من أدائكم المهني. ستسألكم اللجنة أيضا عن آخر مستوى، بعض اللجان ولجان كثيرة ركزت على هذه النقطة، آخر مستوى قمت بتدريسه، وهنا أوجهكم إلى 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 اختيار مستوى تضبطون كل ما يتعلق به، لأن جميع الأسئلة تتركز حول هذا المستوى. هذا بالنسبة للشق الشفوي الخاص بي ونجمة تصميم المفتشين عموما. والآن سأنتقل لتجربتي الخاصة، سأتقاسم معكم تجربتي في المقابلة الشفوية، حيث نجحت في الشق الكتابي السنة الماضية كما تعلمون جميعا، كان الإعلان عنها في بداية شهر أواسط شهر شتنبر، لا أذكر التاريخ بالضبط، بعد أن قمنا باجتياز المباراة الكتابية في شهر غشت. طبيعة الحال كان منتظر أو لم يكن منتظر، لأن الإنسان مر بشق كتابي أكيد ينتظر النتائج، يكون هناك تهيئ نفسي وأيضا تهيئ شق بلوزيون فولي، يعني تهيئ بالنسبة للموضوع البحث، مشروع البحث، يجب أن يضبط مشروع البحث، وهي نقطة مهمة كنت قد ركزت عليها أثناء استعدادي الشق الشفوي، ثم السيرة الذاتية ومراجعة بعض المعارف الديداكتيك ومستجدات المنهج إلى آخره. إذن أتذكر جيدا أن مقابلتي الشفوية مرت في الفترة الصباحية، أنا والأستاذ نور الدين مرت المقابلة الشفوية في نفس الوقت. حرصت على الوصول لمركز الامتحان يعني بواحد الفترة بواحد المدة مقبولة، يعني أكثر من نصف ساعة قبل موعد المقابلة طبيعة الحال، حتى يجدد الإنسان تركيزه ويرتاح من الطريق ويكون مستعدا لمواجهة اللجنة. عند دخولي للمركز الامتحان أدليت بالبطاقة الوطنية بطبيعة الحال، طلب مني انتظار حتى يصل الموعد، لأن في المقابلة الشفوية عندما يعلن عن النتائج أكيد لكل مترشح يحدد موعد معين، اليوم والساعة. حاولت الحفاظ على هدوئي، طبعا يجب الحفاظ على الهدوء رغم أنه ضروري يكون الارتباك، والحرص على عدم يعني فترة الحديث حتى لا يبقى التركيز عالي. بعد واحد فترة معينة لا أذكر فقط ربع ساعة، نودي علي التحاق بقاعة الانتظار. في تلك اللحظة لا أخفيكم أحسست أن المقابلة قد بدأت فعلا. كان أعضاء اللجنة التنظيمية موزعين في جميع جنبات المركز تقوم الامتحانات، لأن المقابلة الشفوية مرت في ذلك المركز. إذن اللجنة التنظيمية مهمتها هو توجيه المترشحين والحرص على ضمان الهدوء داخل المركز حتى لا يتم تشويش طبيعة الحال على عمل اللجان، لأن اللجان كانت موزعة على مجموعة من القاعات. وبالنسبة للسنة الماضية كما تعلمون جميعا أن المباراة كانت جهوية، إذن وزعت اللجان حسب الجهات. جلست في قاعة الانتظار بعد تقديم البطاقة الوطنية مرة أخرى، لأن هناك لجنة تنظيمية أخرى تقوم مكلفة بضبط الحضور، يعني يجب إدلاء البطاقة الوطنية لضبط حضورك. أثناء الانتظار قمت بمراجعة مجموعة من النقاط كنت قد سجلتها سابقا،
مشروع البحث السيرة الذاتية، مجموعة من نقاط تخص مستجدات المنهاج. بعد فترة قصيرة نودي علي التحاق قاعة المقابلة. إذن وهنا عند وصولي لباب القاعة هممت بالدخول، لكن انفجر في وجهي أحد أعضاء اللجنة لمنعي من الدخول بحجة أن المداولات حول المترشح الذي مر قبلي لا زالت جارية. يعني المداولات كما كنت ذكرت سابقا في المجموعة، أن المداولات بالنسبة لكل مترشح عند خروج المترشح تتداول اللجنة بشأن يعني لا أدري هل تنقيط، هل تبت في مروره أم لا، في نجاحه أم لا. المهم أن اللجنة تأخذ مهلة للمداولات. إذن في هذه اللحظة انسحبت بهدوء، إذن رجعت إلى الممر المؤدي، إلى يعني ابتعدت من قاعة المقابلة الشفوية ووقفت بائدا في الممر المؤدي إلى قاعة الامتحان. وتفكير يعني قمت بتفكير مع نفسي وقلت أن ما قام به عضو اللجنة يدخل في جانب قياس ثبات الانفعالي، لأن المقابلة الشفوية يكون فيها استفزاز كثير. توقعوا أن تتعرضوا لمواقف استفزازية، إذا هنا أوجهكم للحفاظ على ثباتكم الانفعالي. إذا بقيت في الممر المؤدي القاعة واحد الفترة مدة 10 دقائق منتظرة دوري، خرج نفس الشخص الذي منعني من الدخول في المرة الأولى ونادى باسمي. إذا للالتحاق بالقاعة، عند التحاقي أقمت التحية وقدمت البطاقة الوطنية للجنة. إذا سألني أحد أعضائها عن موضوع مشروع البحث، إذن أول سؤال ألقي علي هو ما هو موضوع مشروع البحث؟ أجبت بطبيعة الحال، ثم أعطاني ورقة وقلم وطلب مني أن أكتب أهمية البحث وأن أترك جميع أغراضي في أحد أركان قاعة المقابلة لكي ألتحق بقاعة التهيئة. إذا هناك قاعة كما ذكر أخي نور الدين، هناك قاعة يعني مجموعة من المهمات تطلب. إذا حسب اللجنة كلها تطلب من المترشح أن يقوم بمهمة معينة، سواء قراءة نص أو كتابة حول موضوع البحث أو السيرة الذاتية إلى آخره. إذا هو تنتظر في تلك القاعة إلى أن ينادوا على اسمك مرة أخرى. إذا توجهت إلى القاعة المخصصة للتهيئ، وجدت مترشحين آخرين، يعني كان عدد معقول في القاعة، لا أذكر العدد بالضبط، لكن مجموعة من المترشحين كانوا يستعدون أيضا. هناك من أعطي له نص لقراءته مزيل بأسئلة، منهم من طلب منه مثلي أن يكتب عن موضوع البحث أو حول مادة معينة أو حول مثلا حول الدعم التربوي. إذا هنا تعليمات مختلفة حسب اللجان، ولاحظت أن الكل كان على أعصابه في انتظار دوره. هذا إحساس طبيعي أنك في انتظار أن تدخل لجنة يكون هناك نوع من التوتر، لكن يجب أن يكون أن نتحكم في التوتر، لأن إذا خليت التوتر يتغلب عليك إذا هنا ستمر المقابلة يعني بشكل ما يعني لن ترضى عن أدائي. إذا كتبت بسرعة ما طلب مني، جلست قرابة 20 دقيقة أنتظر، إذا أتممت المهمة وجلست أنتظر. ثم سمعت اسمي فعدت إلى قاعة المقابلة، سلمت الورقة التي كتبت فيها أهمية موضوع بحثي ومشروع البحث، وطلب مني الجلوس وتقديم نفسي باللغة الفرنسية. إذا قدمت نفسي، إذا طلب مني أن أقدم نفسي باللغة الفرنسية، بدأت تقديم نفسي، الاسم، سنوات العمل، التجربة التي راكبتها، الشواهد، إذا كانت هناك أنا بالنسبة لي هناك تجربة في العمل الجمعوي قمت بذكرها. ثم ذكرت في تقديم نفسي باللغة الفرنسية اهتمامي بتجارب دولية، يعني تجارب دولية في التعليم كالتجربة الكندية الفنلندية إلى آخره. وما إن ذكرت التجربة السنغافورية حتى أوقفني أحد أعضاء اللجنة وانهال عليه بالأسئلة، لأنني لم أكن أدري أن اقتصاده هو الرياضيات ويهتم بالتجربة السنغافورية. لقي أسئلة غزيرة حول التجربة السنغافورية، حول نظام التعليم سنغافورة، وأيضا في مجال الرياضيات في سنغافورة. إذا جاوبت على ما أعرفه، وكل ما عجزت عن جوابي عن كل ما عجزت عن جواب صراحة، أي سؤال عجزت عن جوابه
تحول إلى موضوع نقاش بين عضو اللجنة كان يطرح عليه الأسئلة وباقي أعضاء اللجنة. إذا تحول النقاش من نقاش ثنائي إلى نقاش بين أعضاء اللجنة. ثم انتقل بعد ذلك حول مجال الرياضيات، تقديم بعض المفاهيم. إذا سألني عن طريقة تقديم بعض المفاهيم فجمع طرح المفهوم العدد. أيضا سألني عن ما هي الوسائل التي أستعملها، أستعمل وسائل في تقديم مفهوم العدد خصوصا، ومن أين أحصل على الوسائل، هل أصنعها، هي موجودة في الإدارة إلى آخره. ثم أعطاني عمليات لأنجزها بطرق مختلفة، يعني عملية جمع وطرح طلب مني أنجزها بطرق مختلفة عن الطرق الاعتيادية التي نقدم بها الجمع وطرح. إذا المقابلة مع المقابلة مع المتخصص في الرياضيات دامت أكثر من نصف ساعة. ثم قال لي أن يترك المجال لباقي الأعضاء ليسألوني أيضا. فعلا بدأ العضو الثاني في سؤالي وكان مختصا في المنهاج. جميع أسئلتي تركزت حول المنهاج ومستجدات بعض المواد على ما أذكر، التربية الإسلامية، الاجتماعية، ربما حتى التربية الفنية لم أعد أذكر لأن الأسئلة كانت كثيرة جدا. ثم سألاني عن آخر مستوى درسته، كان المستوى الثاني. بدأ يطرح علي أسئلة حول المستوى كمجالات الوحدات، المكونات، وركز على الكتابة التفاعلية. رغم أنني منذ بداية يعني مساري لم أدرس اللغة العربية، كنت أدرس فقط اللغة الفرنسية، لكن الأسئلة تركزت حول اللغة العربية. أيضا ركز كما ذكرت على الكتابة التفاعلية، أهميتها، مراحلها، وإلى أي مستوى تمتد. ثم سألني عن علاقتي بأستاذة اللغة العربية، وهل أناقش معها حول بعض المكونات، يعني هل يدور بيننا نقاش حول بعض المكونات. أكيد أن هناك مناقشة مشتركة لأن المستوى الثاني نعمل المستوى الثاني، كنت أعمل المستوى الثاني مزدوج، أستاذ اللغة الفرنسية وأستاذ اللغة العربية. وصراحة وجه إلي أسئلة استفزازية كثيرة من قبيل أن يجب الاطلاع على وثيقة المنهاج وضبطها من أولها لآخرها، اطلاع من الصفحة رقم واحد إلى آخر صفحة. أيضا لا أذكر صراحة، ولكن كانت هناك أسئلة استفزازية كثيرة. ثم بعد ذلك بدأ عضو اللجنة الأخير، هو على ما فهمت أنه هو العضو المكلف باللغة الفرنسية، أعطاني مجموعة من المصطلحات باللغة العربية وطلب مني أن أكتب ترجمتها باللغة الفرنسية، يعني كتابة ورقة، وسلمت له الورقة. ثم أسئلة في المعارف، على ما أذكر أملى علي 4 أو 5 جمل، لا أذكر العدد بالضبط، تتضمن دي زومونيم، سافو دير دي مو كي سو برونونس دو لا ميم فاصون مي كي سيكريف ديفيرامون. ثم طلب مني أن أوضح الفرق بينها، دونك سي تادير بريسيزي لا فونكسيون دو شاك مو اي بوركوا جو لي إكري دو لا سورت، يعني طلب مني أنني أبرر لماذا كتبت هذه الكلمات بهذه الطريقة، في كل جملة لماذا كتبت الكلمة بهذه الطريقة، وما الفرق بينها. ثم بعد ذلك، من بعد انتهاء الأسئلة في معرفة اللغة الفرنسية، انهالت علي الأسئلة حول موضوع البحث من جميع أعضاء اللجنة. إذا صراحة المقابلة كانت طويلة جدا، تجاوزت ساعة، لم أضبط الوقت بالضبط، ولكن كانت أسئلة كثيرة وكثيرة جدا وفقط ساعة. ثم أعلن أحد أعضاء اللجنة انتهاء المقابلة، يعني وسلم لي البطاقة الوطنية، قمت بشكره. لكن هم أحد أعضاء اللجنة بطرح سؤال آخر، رغم أن العضو قال لي بأن المقابلة انتهت، سألني ألم أذكر ربما المكلف باللغة الفرنسية، طرح علي سؤالا جاوبت عليه بهدوء، ثم حملت أغراضي وهممت بالخروج. لكن عند وصولي للباب طلب مني أحد أعضاء اللجنة أن أرجع لأنه تذكر سؤالا، وهنا بدأ الاستفزاز. رجعت، لكن سبحان الله استطعت أنني أتحكم في التوتر الانفعالي ديالي، رجعت مبتسمة وقلت نعم مرحبا.
وجه لي السؤال حول موضوع البحث، جاوبته، ثم عند خروجي نادى علي المرة الثالثة، طلب مني أن أرجع، وقال لي بالحرف: Si tu deviens inspectrice, tu dois travailler sur ton sens d'écoute. وعلمت أنه كان استفزازا، لأنني لم أقاطع أي أحد أعضاء اللجنة، ويعني وحرصت جدا على أنني أنتظر حتى يكمل عضو اللجنة سؤاله لأجيبه، لكن لم أظهر أي انزعاج، بل شكرته على النصيحة وانسحبت. وهكذا مرت المقابلة الشفوية. يعني صراحة التجربة، لأن عندما تكون داخل المقابلة الشفوية لا تستطيع تقييم نفسك ولا تستطيع تقييم أدائك. ربما طرحت علي أسئلة كثيرة جدا، حاولت أنني أجمع أفكاري وأتذكر أهم الأسئلة، لكن الأسئلة صراحة كانت كثيرة جدا، وكانت تتخللها مواقف استفزازية كثيرة جدا. تجدر الإشارة إلى أن هناك متغيرين اثنين هذه السنة، يعني أحرص على أنني أتقاسمها معكم. أولا، أن المباراة أصبحت وطنية، يعني هذا نظام اللجان إلى آخره كما ذكر الأستاذ نورتين سيطرأ عليها تغيير أكيد. ثم المتغير الثاني والمهم جدا هو أن هندسة التكوين بالمركز ستطالها تغييرات جذرية، كما لا يخفى عليكم جميعا أن السيد الوزير قد زار خلال الموسم الدراسي الحالي، قد زار المركز وكان له اجتماع مع مديرات المركز ومع الأساتذة المكونين في المركز، ثم قدم له الأساتذة المكونين مشروعا حول هندسة جديدة للتكوين، وسيبدأ انطلاقا من الموسم الجديد. يعني الناس الناجحين يهمهم هذا التكوين، والمركز ككل سيطاله تغيير جذري حتى في المبنى إلى آخره. أنا أقول أن هذا سيؤثر لا محالة على طريقة ومعايير المقابلة الشفوية، لأن كما تعلمون جميعا أن العالم ككل طاله تغيير جذري، تغيير كما تعلمون الذكاء الاصطناعي بالنسبة للمهن، أن هناك مجموعة من المهن مهددة بالاندثار، وأصلاً أيضاً مهنة التعليم أن بالنسبة للذكاء الصناعي أصبح لن أقول أنه سيعوض مهنة المدرس أو مهنة المكونين، لكن أصبح الذكاء الصناعي مصدر مهم للمعلومة ومصدر مهم للدراسة. لذلك يعني حتى نظام التعليم يجب أن يساير هذه التغيرات التي تحدث في جميع الميادين، وبالتالي يجب أن المهن تطور من نفسها، ومن بينها مهمة المفتش، وبالتالي سيطرأ تغيير جذري في معالم التخرج من المركز. وبما أن التغيير سيطرأ معالم التخرج من المركز، أكيد انتظروا أن معايير دخول من المركز إلى المركز أيضا سيطالها تغيير، هذا في تقديري قلت ربما. لذلك أثرت أن أتقاسم معكم هذه المعلومة. كنت أيضا قد تقاسمت معكم بعض التجارب في مجموعة النجاح لمقابلات شفوية لطلب مفتشين نجحوا فعليا السنة الماضية، وبالتالي بإجراء مقارنة بسيطة بين هذه المقابلات ستعرفون وسيتضح لكم جليا أن لكل لجنة طريقتها في إجراء المقابلة. أكيد أن هناك نقاط مشتركة كتقديم النفس، التركيز على مشروع البحث، أسئلة حول المعارف إلى آخره، ولكن يبقى كما ذكر أخي نور الدين المجال تخصص اللجنة، والسير المقابلة هو الذي يتحكم، لأن طبعا اللجنة ما غتكونش موجودة أسئلة أو خيارات طبعا ما كاينش أن كيستيونير، ولكن كاين معايير وكاين شبكة. أكيد الأسئلة يستوفونها من وحي المقابلة مع المترشح، ربما تجربة يسردها المترشح، ربما كلمة، ربما موضوع من قضايا، ربما المستجدات، يعني بالدارجة بها من فمك يشدوك الإنسان يعرف شنو تيقول، يعني يكون المسائل اللي ما ضبطهاش يحاول ما يذكرهاش، ما قد يستفز اللجنة وما ما ما يفتح شيئا الأسئلة في مجال معين. إذا يعني أنت صراحة أنت من تتحكم في المقابلة الشفوية ليست اللجنة. إذا الطريقة التي تقدم بها نفسك، ما تسرده من معلومات، لا تحصر نفسك في زاوية معينة. وهذا ما 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 يعني أهم النقاط التي أثرت أن أتقاسمها معكم، وأتمنى أن تكون مفيدة لكم، كما أتمنى التوفيق للجميع.
فيك أختي نبيلة، وصف دقيق جدا لمجريات المقابلة، صراحة أرفع لك القبعة لأنه تكلمتي بتفاصيل من بداية المقابلة إلى آخر المقابلة. إذن مجموعة من النصائح والتوجيهات وكذلك تجربة الأخت نبيلة، كما قالت فاللجنة لديها شبكة خاصة للتنقيب، هنا أعطي معطى تاريخي أنه تذكرون عندما كانت تنشر روائح الناجحين بنقاط عن نقاط النتائج، فحدث أنه في سنة من السنوات أن أحد المترشحين حصل على نقطة جيدة جدا في الكتاب وعمله ثلاثة، وحصل على 7 أو 6 أو رقم من الكذا في الشق الشفوي، وطبيعة الحال لأن الكتاب معامله أكبر من الكتاب، وكان من الناجحين ووجهت انتقادات كثيرة جدا. بعد ذلك يعني السير العام للجان أصبحت تعطي نقاط إقصائية. إذن اللجنة إذا لم تقتنع بمترشح فلا تنتظر أن تعطيه 8 أو 7 أو 6 أو أي نقطة التي يمكن أن حصل على نقطة جيدة في الكتاب أن تؤهله. انتبهوا لهذا الموضوع. إذن فاللجنة فيه تحسين، إذا تحسموا في هذا المترشح، إذا لم يكن في نظر اللجنة أهلا لولوج المركز فإنها تعطيه نقطة إقصائية. هذا في مرحلة لاحقة تم ربما الاتفاق على نهج هذه الطريقة. ثم مسألة ثانية أنه مدة المقابلة، فمدة المقابلة ليست مؤشرا على ولوج المركز أو عدم ولوجه. هناك من اجتاز المقابلة في ساعة كاملة وأزيد من ساعة ولم يوفق، وهناك من اجتازها في ربع ساعة و20 دقيقة ووفق، أو العكس. إذن هذه المدة الزمنية ليست مؤشرا على الرسوب أو النجاح في المسألة. ثم تالي الانطباع الذي يتشكل لديك أنت مترشح ليس هو كذلك ليس مؤشرا. قد يخرج مترشحان الأول راض عن نفسه ويقول بأنه اجتاز المقابلة بأريحية وأنه أجاب عن الأسئلة وكذا، والثاني يقول بأنه لم يكن راضيا عن نفسه وأنه لم يجب جيدا وأنه تم استفزازه، حتى أنه في السنة الماضية أحد المترشحين غادر القاعة غاضبا ومع ذلك فكان من الناجحين. إذن تلك الأحكام كما قالت أختي نبيلة لا يمكن تقيم من نفسك، ربما يبدو لك بأنه تغير مقبول وأنه تم استفزازك وأنه كذا وأنه كذا وتجد نفسك من الناجحين. في كثير من الأحيان هناك من يثق في نفسه ويظن بأنه من الناجحين فيجد نفسه من الراسبين. إذن هناك اللجنة التي لديها المعايير ويكون للجنة معيار. وإذا توقيت مدة مقابلة غير لا تعني بالضرورة أنك من الناجحين أم من الراسبين، وكذلك انطباعك عن المقابلة يعني بالضرورة أنك تم اختيارك، إضافة إلى أن هناك مسائل أخرى من المتغيرات. إذن قبل أن أتمم الحديث أوجه الكلمة إلى الأخ والصديق محمد الأمين البوصدي، تفضل. إذن السلام عليكم ورحمة الله. الصوت مسموع الإخوة؟ مسموع أخي محمد. شكرا جزيلا. إذن أولا أتقدم بالشكر الجزيل لكل الذين سهروا على تنظيم هذا اللقاء، والشكر كذلك للضيوف الكرام يعني المتبعين عفوا على صبرهم، وهم الآن هذا يدل على شيء يدل على أن اهتمامهم بهذا الموضوع وعلى أهميته بالنسبة لهم، وطبعا نحن كأخوة لهم نتمنى لهم التوفيق والسداد إن شاء الله تعالى. إذن بالنسبة للموضوع ندخل مباشرة، طبعا الأخت نبيلة والأخ نور الدين راه ما خلوا لي والو، راه تقريبا دازوا على كل شيء، قالوا لي أنا دابا غندير الدعاء الله ينجحكم جميعا. هذا هو اللي خلى لي غير الدعاء كيديروا أصحاب السلكة. المهم ولكن لا بأس أن أشير بعض الأشياء اللي بقات بسيطة، لأن النقطة اللي ذكرتها الأخت نبيلة مهمة جدا، قضية
ذكرت على ان الانسان خصو يعرف بالضبط النقط اللي، لان راه الاسئله لا تكون معده مسبقا بالنسبه للجنه. هذه نقطه اعتقد انها جيده جدا. الاسئله تكون من وحي الكلام الذي يقوله المترشح. اذا هذه النقطه ركزوا معها مزيان وعاودوها سطروا لها، لانها مهمه جدا وطبيعه الحال وهي اللي لها عامل اساسي. النقطه اللي ذكرها ايضا الاخ نور الدين في بدايه اللقاء وهي قضيه الانفعال، حذاري من ان تجر الانفعال، راه لا بد يستفزك. وانا هذه النقطه اللي غنهضر فيها طبعا ما بغيتش نطول، راه قلت لك سي نور الدين راه ندير 10 دقائق او اقل. الهدف ماشي هو الطول او القصر، الهدف هو نعطي شي فالور اجوتي لهذا الشيء. اما اذا كنا غنعاود نفس الهضره وهذا الشيء راه تكرر تكرر تكرر، راه كل الحمد لله الناس كلها راه اللي داش التجربه كيحاول تقاسمها مع خوته من باب طبيعه الحال المحبه والاخوه الايمانيه. ولكن اللي بغيت نشير له خصوصا هو قضيه الاستفزاز. انا نعطيكم مثال شخصي وقع لي، انا حسيت بانه استفزاز والحمد لله انني تجاوبت معه على هذا الاساس، فخلوني حتى لاخر لحظه. يعني اللجنه تقريبا انا دوزت المباراه غنكون اللقاء الشفوي غيكون تقريبا 55 دقيقه في تقديري انا، ما بين 50 حتى 55، لا يقل عن 50 ولا يتجاوز 55 دقيقه. وكان عقل في اللحظات الاخيره يعني التعب وصار يعني تعرفون يعني ساعه وانت في تركيز شديد تحت ضغط. حتى الاخير شنو قال لي واحد عنده لجنه جزاه الله خيرا طبعا حال تحيه له لانهم هذيك خدمتهم هذاك هو الدور ديالهم. قال لي دابا انت من قبيله كتقول لنا النواه بالدارجه، هضر معايا بالدارجه وانا غنهضر معاك كذلك بالدارجه. قال لي من قبيله كتقول لنا النوادي النوادي، انتم واحد الفئه سامحكم الله ولا ما تجاوب. قال لي بغيتي ما تجاوب ولا ما تجاوب، قال راه لسه مزمن بانكم واحد كتبغوا تقتاتوا على التلاميذ المجدين وكتحوا جوائز على ظهرهم وكديروا الشواهد. طبعا الحال انت راه غتصدم، لان الموضوع ديال البحث ديالي كان هو النوادي وركزت على النوادي واهميتها وذكرت القوانين، يعني تكلمت عن النوادي كان يعني بحيلة اراد ان يلسف لي العمل ككل. حسيت بهذا في هذه اللحظه ما كذبش عليكم بحال واحد النوع من الياس، ولكن الله كريم سبحان الله. هذا هو هنا اللي كيبان لك توفيق الله عز وجل يثبتك الله. كيف ذلك؟ سبحان الله خليتك كما قالت الاخت نبيله ما بغيتش نقاطع نهائيا، خليتك تكمل تسال لك القرطاسه، لان القرطاسه الاخيره كتكون شويه قاصحه. خليته حتى لاحها ككل وقال هذاك الشيء اللي عنده واخذت الكلمه قلت له هل يمكنني ان اجيبك؟ قال تفضل بنفس اللهجه يعني بالدارجه. حتى انا قلت له احنا راه احنا شنو هو راه المداخل الثلاثه ديال المنهج، اولها التربيه على الاختيار، فانا اعتبر هذا النادي كدكان افتحه، فالتلميذ هو الذي يختار. اذا اختار التلميذ ان ياتي مثلا عند نادي معين، نادي معين مثلا، فهو هذا اختيار كان بمحض ارادته ولم يفرضه عليه، والجائزه هو الذي ينالها. انا فقط يكون هناك اعتراف لي العمل اللي قمت به ومن حقي طبيعه الحال، هذا حقي انا، واحد المجهود درته اضافه فوق يعني سبحان الله وفق، يعني حسيت انا شعرت انه توفيق من الله انني ثبت. فكنت قد نفاعل وكنت ممكن نخرج مثلا نقول ما يمكنش او نظهر الانزعاج، ولكن ثبتني الله. اذا الامر في الاخير امر هو راه رزق كما قالت النبي واحد كلمه زوينه، رزق اذا كان ديالك راه ديالك، اذا ما كان ديالك ديالك. هذه الاولى علاش كتقول هذا الامر؟ باش انت تدخل واحد النفسيه رياحيه كبيره، ما تقولش انا غادي نجي نعرض عليك 10 دقائق الاولى، لا المباراه راه ساعه وفي القانون ساعه. اذا انا نجي معول على النفس طويل، ماشي نجي معول من الاول، ندخل بهدوء نجاوب نشوف فيهم نصنت لهم مزيان، نعرف بالضبط اش بغاو يقولوا، يعطيني واحد السؤال خاصني نفهم انا شنو باغي هو بالضبط، ونجاوب على هذاك الشيء اللي باغي يبيسني. ما بسط راسي بقى نكثر عليه، بقى نعاود نعرض عليه زبوري، لا نقول له هذه نعم هذه كذا وكذا حسب ما اعلم، والحاجه اللي ما كنعرفها بلا ما نقول فيها، حتى لا تؤدي بي الى ان يفتحوا لي واحد الاقواس، وهذيك الاقواس هي اللي تم اللي كتكون ما مستعدش. لذلك الا بغيتي انت تكون دومينون خاصك في الاول تحدد المواضيع ديالك انت في البريباراسيون ديالك قبل الامتحان، قبل ما تدخل تكون موجد المواضيع ديالك الاساسيه اللي الميادين ديالك، الميادين اذا طاحوا معايا مثلا في هذه المساله انا غادي نطحنهم،
طاحوا معايا في هذا الميدان انا غادي ندقدقهم، ولكن اذا طاحوا معايا في هذا الموضوع انا راه غادي يغلبوني. اذا انت في الاول كتكون انت تحاول دائما تتجرهم المواضيع اللي انت ضابطهم، بحال دابا البحث الاجازه راه ما غيرحموكش، تقول له ما عارفه والله ما فاهم، تقول له لقيت واحد الكتاب الفلان فلاني الدراسه كواعر وانت ما قاريش بالصح، لا تحصل حيت هما راه هما راه ساهر قدر هو فلان جالس معاك ويجبد الواتساب زعما حتى هو عنده اليوتيوب عنده كلشي عنده الجوجل ويجوجليها ويبان له انك راه كتكذب انت كتكلف راه هو كاع ما جالس نقولوا شي استاذ يعني افترضنا، بينما هما في الحقيقه راه نقول لكم راه ما تستهينوا بهم راهم خبراء في ميادينهم صراحه، لمسناهم في الاسئله ديالهم في كلشي، هادو اللي دوك اللي في اللجنه ما نمشيش المركز حديث ولا حرج، سنترك الامر حتى ان شاء الله الاواني. اذا انا باش ما نكثر عليكم وما نطولش عليكم بزاف، الفكره الاساسيه ديالي هو الاريحيه، الاريحيه تدخل مرتاح، ما كان لك فهو لك وما لغيرك فهو لغيرك، وسير معاهم بريتم وانت كتصنت وكتجاوب وكتمشي وتجي له فايفيا بينك بينهم، واللي عطاك السؤال دور عنده، اللي يتكلم لك بالشينوي هضر معاه بالشينوي، قال لك الالمانيه قول الالمانيه، الا كنت كتعرفهم طبعا ما كتعرفهم يعني اللغه اللي عطاك بها الطريقه باش عطاها لك، الا هو بغى يدي طي معك دي طي معاه، الا هو بغى غير الجواب راه حتى السؤال الا كان مختضب راه الجواب يعني مختضب، عطاك سؤال طويل دار لك مقدمه على عطاك الجواب عطاك السؤال، دونك حتى خصك تفهم بان راه هناك يعني بكل مقال مقال. وفي الاسئله الوسطى مره كدرت واحد الوثيقه بينت فيها بان يعني لا بريزونطاسيون الاولى كدوم تقريبا 10 دقائق، هذه كيكتشفوك غير كيعرفوا لي بوين فيبل فين لي بوين فور ديالك فين فين يمكن يسولوك، كيبقاو يسولوك انت راه حتى هو نفس الشيء انت ما كيكتشفوك كيما كتكتشفو انت، كيبقاو يسولوك ويعرفوا النقط اللي يمكن يسولوك فيها حتى كتسالي، ولكن انت كيبدا المعقول في لا دوزيام ايطاب ملي كيولي الاسئله ديال يعرفوا واش المعرفه ديالك واش فعلا انت تما فين كيعرفوا، الا بقيت راه كتخربق راه من تما كيبدا يعني انت كتبقى تنقص لي عندهم في داك السجن، ما عرفتش المصطلح اللي مهم انك يعني هذيك البريق ديالك كيبقى ينقص وانت غتحس به، ولكن انا اللي ننصح اخر حاجه ما ديرش تقييم راسك في السو، يعني خلي التقييم حتى تخرج من المركز ديك التكوينات 70 كيلومتر عاد تولي تقيم نفسك، ما تقولش انا راني صافي دابا راني سقطت مازال باقي محد باقي غير دقيقة راه عندك فرصة يمكن تغير المعادلة تقلب الطاولة عليه، تقدر تقول شي فكرة وتنال إعجابهم ويبداو يستفسروا، وكما قال السينور ديف آخر مطاف راه الطول والقصر لا يعني شيئا، العبرة بما قدمته بشنا هي الحوايج اللي لمسوها هما فيك بأنك مستعد لهذه المهمة، ودائما دير بين إصبع عينيك المهمة أنت جاي باغي دير التفتيش ما جاش باش دير شي حاجة أخرى، إذا أنت ما جاش تعارك ما جاش دير معركة ولا تثبت والله دير بين فهمت يعني الانسان يعرف المهمه اللي جاي منها اجلها يضبط الامور ديالو واحد زائد جوج ثلاثه، والسلام عليكم وشكرا. شكرا الاخ الصديق محمد امين البوصادي على هذه التوجيهات. اذا غادي نمروا للمرحله الثانيه وهي مرحله تقاسم تجارب اخواني معنا، اذا بامكانكم رفع اليد لكل من اراد ان يتدخل، اكيد معنا في المجموعه كثير من المشاركين كانوا مشاركين مفتشين في الثانوي كانوا في الابتدائي او كذلك اساتذه سبق لهم اجتياز المباراه، فنحن هنا لنتقاسم التجارب، اذا من اراد ان يتدخل فمرحبا. محمد امين الدقاوي معنا في المجموعه، سلام الله تفضل اخي. اهلا سي نور الدين، تحية طيبة لكم ودي سي نور الدين، انا ما بغيتش ندخل لان حدايا نعم سي نور الدين مرحبا. اولا نقدم التعازي الحار لكم اخي محمد امين في وفاة الله يغفر له تفضل اخي. كثر خيركم الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم ويرحم الوالدين ديالنا وديالكم جميعا. شكرا بعد الجميع للتعازي ديالكم الاخوان ديال المجموعه والاخوان ديال الزملاء ديال المركز، الزملاء والزميلات كلهم الله يكثر فيكم جميعا. انا كنت باغي ندخل كنخاف يعني اللي يكون شي تشويش لان حدايا واحد الناس عندهم واحد المناسبه وكي
كاين الميكرو شويه ما هذا راني تخبعت واحد الجيد لداخل كتسمعوني مزيان؟ لا ممتاز اخي محمد. انا تصنت في المداخله ديال الزميله نبيله يعني مشكوره لو جيت في البدايه ديال الاستاذه نبيله وجيت في النهايه ديال الاستاذ امين سي واحد بدلامي وعجبتني واحد الكلمه الاخرى قالها السيد امين قال لك في هكا دقيقه راه يمكن لك دير ريمونتادا ويمكن لك تسجل نقاط في المقابله. هو بالنسبه للتجربه ديالي انا باش ما نعطلش الاخوان اللي باغيين ياخذوا الكلمه التجربه ديالي انا دازت يعني هو كيكون ضغط في البدايه ضغط ديال الانتظار كما اشرت الاستاذه نبيله داك المرور من قاعه الى قاعه انتظار الدور متى يحين دورك انا ذاك يعني كنت يعني تختلط عليك الامور يعني حول ماذا ستركز عليه منهم مثلا ويعني كيكون الحال كيكون واحد الستريس كثير. الحال اللي كيكون عليه الانسان هو صعيب يتعبر عليه باللسان يكون ما حس بهادشي الا اللي كيكون ممتحن غير كما اشرت في امين في الاخر كيقول لك ان الانسان خصو يكون مجد يعني عنده واحد اليقين وعنده واحد الثقه انه اللي عارفها راه عنده يعني اشياء كيمتلكها لي بوان فور ما خصوش يخلي اللجنه تمشي به لي بوان فابل ديالو خصو يحاول ما امكن يدور اللجنه يكون هو ذكي يدخلها لعندو التيران ديالو اللي كيفهم فيه والا الى مشات لاح شي كلمه ولا شي مصطلح على عاهنه بدون ان يلقي له بال راه يمكن تخدم هذه القضيه ضده. انا بالنسبه للتجربه ديالي كان ربما اللجنه رقم 10 سينوطي كنا انا وياك ربما في ذاك اللجنه نفس اللجنه هي كنا اللجنه قيل رقم 10 مع الاستاذ خالدي والاستاذ خالدي هو مقسم جهوي ولا مقسم اقليمي ديال المديريه ديال الرباط والاستاذ الاخر اللي عندنا دابا سميتو سي محمدين في الشخط في الشخط والاستاذه ازوان الاستاذه سعيده ازوان كما اشاروا الاخوان انا في البدايه يعني كيعطوك واحد الورقه ولا كيعطوك بعد ما كياخذوا لاكارت ناسيونال كيعطوك واحد الورقة تمشي تهيئها تطلب منك في واحد مخدع ولا في واحد قاعة أخرى بعد ذلك ينادى عليك للمقابلة بطبيعة الحال يعني كآداب ديال هذا لا تجلس قبل الإذن قبل أن يؤذن لك ناداك أنا طلب مني في البداية أنا الورقة التي يعني هيئتها لم أعطيها لهم أصلا بقيت لدي مباشرة طلب مني أن أعرف بنفسي يعني أقدم سي في بطاقة شخصية ديالي أنا كنت يعني كنت أحاول أن يعني كنت في تكتيك معين أنا بالنسبة للبحث لم أهيئه في اللغة الفرنسية أنا البحث هيئته كله في اللغة العربية لم يبقى لي الوقت كي أهيئه في اللغة الفرنسية وبالتالي كما يقال أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم. في البداية لما طلب مني أن أقدم نفسي قلت قبل ما يقولوا لي قدم نفسي باللغة العربية ولا الفرنسية قدم نفسي بالفرنسية. أنا ذاك المسألة ديال التقديم ديال النفس الإخوان الأساتذة إن شاء الله اللي غيتوفقوا إن شاء الله في هذا الشكل الكتابي يحاولوا ما امكن يخدموا عليها يعاودوها ويحفظوا ذاك التقديم ديال الناس باللغه العربيه وباللغه الفرنسيه وباللغه وليس هذا يعني اللغه الفصيحه ويحاولوا ما امكن في اللغه الفرنسيه انذاك يعطيو الانطباع على شخصهم في اللغه يعني من ناحيه لي فوت دوغتوغراف لا فونيتيك ديالك اذا كنت تكون
تمشي داك العشرة ديال الطعام ديال تقديم النفس يعني سون فوت تطفي. انا هذا هو هذه هي التاكتيك اللي خدمتها، درت على هذيك بزاف، قدمتها شي ثلاثة المرات يعني امام المرآة، كنت كندير بروفا وكنرسل بعض المقاطع ديال تقديم النفس لبعض الاخوان وكيعطوني الانطباعات ديالهم من ناحيه السرعه ديال التقديم، من ناحيه لي فوت اللي كنرتكبهم الى اخره. يعني خدمت على النقطه، ما سيتهمش انهم يقولوا لي قدم النسخه العربيه ولا الفرنسيه، انا مباشره قدمت النسخه الفرنسيه، لان عارف بلي ان غادي الى قدمت النسخه بالفرنسيه غتكون الشق الثاني اللي هو المناقشه ديال البحث غتكون بالعربيه، وإلا قدمتي نفسك بالعربيه غادي يطلبوا منك الشق الثاني انهم باغيين يسمعوك باللغتين، باغيين يسمعوا منك اللغه العربيه ديالك وباغيين يسمعوا منك اللغه الفرنسيه. هذا الجانب اللغوي، لان كيركزوا بزاف كنظن على الجانب الفونيتيك ديالك، لان الا ما كانش الانسان تعرف اللغه مزيان ربما كياخذوا عليه شي نقطه. اذا انا من بعد ما ساليت داك يعني داك التقديم باللغه الفرنسيه ما خلونيش نكمل. انا ذاك طلب مني سي محمد هشام قال لي تي بو نو بريزونتي فوتر بروجي، فازي سي فو بلي بريزونتي نو فوتر بروجي هكا الفرنسيه. انا بحال بغي لي واحد الكوره نقدم انا البروجي في الفرنسي، وانا البروجي ما موجدوش بالفرنسي. جاوبته بالفرنسيه وقلت له اسكو جو بو لو بريزونتي اون اراب باسكو جي با بريباري لو بروجي اون فرونسي، اسكو جو بو لو بريزونتي اون اراب. قال لي غازي قدمته بالعربيه. يعني انا يعني كما قال سي امين قويله، ما يمكنش دابا مثلا انا ما موجدش انا العرض ديالي بواحد اللغه نبقى نرتاح، لان في مصطلحات علميه في البحث خصني نكون ضابطهم باللغه الفرنسيه. انا ما كنتش موجد صافي، قال لي قدمه، ولكن قدمته مزيان داك التقديم ديال البحث باللغه العربيه، باللغه العربيه ما فيهش شفتو. وانا اقدم ذلك يعني تلك المراحل ديال البحث، كان يستوقفني الاستاذ خالدي كل مره كيقول لي هذا البحث هذا شنو هو المصدر ديالو، شنو هي الدراسه التي يعني اعتمدت عليها من اجل يعني وضع الاشكاليه. وكان كيوقع بعض الارتجال وبعض هذا، وما كيعرفوك ملي كتكون كتخبط خبط عشواء كيكونوا كيشسوا النفط ديالك، كيقول لك شوف استاذ إذا كنت عارف قلنا عارف، ما كنتش عارف قلنا ما عارف، صافي بلا ما تدخل وتخرج في الهضرة. كنت مع الضغط كيتلفوا لك المصطلحات وكيتلفوا لك بزاف ديال الأشياء. من بعد ملي كنوصل لشي نقطة كنقول لهم أنا لا أتذكر هذه المسألة، صافي هو ملي كتقول له لا أتذكر هذه المسألة ما كيبقاش معاك في نفس النقطة، كيمر معاك في نقطة أخرى. اذا من بعد انتقل معايا هو الاسئله يعني خارج سميتو نوع الاجازه وشنا هي الجامعه ولا الكليه اللي خديت منها الاجازه، وهي بطاقه عامه هادي ما داخلاش في المعارف، واش هاد الجامعه كتنتمي لسي محمد بن عبد الله مثلا ولا جامعه القرويين، لانه هو تارو داك الاجازه في الشريعه، بغا يعرف المصدر ديالها واش من الجامعه، لان داير لهم انا كليه جامعه القرويين، وكان وقع واحد التغيير ان جامعه كليه الشريعه ولات محسوبه على الجامعه ديال السيد محمد بن عبد الله. قلت له انا الاجازه راه كانت تقديمها كانت 12 ولا 13، المهم وضحت له الامور وصافي. المهم من بعد مروا معايا حاله مهنيه، حاله مهنيه ديال تدبك استاذ ديال تدبك مجاز الشريعه. المهم طرح لي بعض الاسئله ديال الثوابت الدينيه المغربيه، المداخل ديال التربيه الاسلاميه اللي كاينه في المنهاج المغربي ديال المنهاج ديال الابتدائي، القسط والحكمه والتزكيه الى اخره. واخا ان الاستاذ الزوار كانت تتوقفوا كتقول له استاذ راه هو راه كان تيقري كبيلك
كيقري فرنسي ما كيقريش العربية. وقال لي لا ما يمنع ما لا يمنع أن يكون ملما ببعض الشيء اللي أشرت له الأستاذة نبيلة سابقا. لا لا بد الإنسان يدير إطلالة على منهاج ديال جميع المكونات، يعني ماشي ما يبقاش على المكونات الأساسية الرياضيات الفرنسية العلوم العربية، يدير إطلالة على المستجدات اللي كاينة في الجيب. المهم تيبداو يراوغو من هادي لهادي لهادي، حتى في الأخير كاع وصلنا تقولي جملة في السبورة وطلبوا مني الترجمة ديالها إلى اللغة العربية. ربما نفس الجملة سينوردين كانوا عطاوها تقريبا نفس الجملة اللي تعطات للجميع. ايوا هي هذيك نفس الجملة وكيشوف هي الجملة بسيطة ولكن كيشوفك أنت كيفاش غتعامل معاها. أنا صراحة خديت الوقت ديالي كافي ما تسرعتش، بقيت كنشوف تقريبا شي ثلاثة دقائق وأنا كنشوف فيها كنشوف المدخل، عطيت الرأي ديالي فيها. قالوا لي واش ما تكونش خاطئة، قلت لهم أنا هذا هو الرأي ديالي والله أعلم ما نقدرش نزيد أكثر من هذا الشيء. صافي طلبت مني يعني النهاية قالوا لي تعرف طلب من الزميل الآخر اللي يجي، قالوا لي طلب منه قول له يلتحق معنا. وهذا اللي كاين الله يوفق الجميع والله تبارك وتعالى يسهل على الفيديو ويفرحكم جميعا بإذن الله السميع العليم. شكرا. إذا الشكر جزيل الأخ محمد أمين الدرقاوي على هذه التوجيهات. صراحة كنا دوزنا في اللجنة، أنا حاولت نستفد من الأخطاء ديال السي محمد أمين، وأنه وجدت السيرة الذاتية ومشروع البحث باللغتين. إذا ما دخلت إلى اللجنة فكان السؤال من السي محمدين هو أن أقدم نفسي باللغتين الفرنسية والعربية. بعد تقديم نفسي بالفرنسية طلب مني أن أقدم مشروع البحث، وكذلك قدمته باللغة الفرنسية. العنوان، الإشكالية، الأهداف، السياق العام، كل ما يرتبط ب كما تتذكرون يعني كنا قدمت أنا والسي محمد أمين بوصادي مشروع البحث كيف يكون. إذا قدمته كما قدمناه في إيديو 24 يعني بتلك المراحل. استوقفني أحد المفتشين فقال لي إذا ما علاقة بحثك؟ وبحثي وكان حول التربية الدامجة في المدرسة المغربية، اضطراب القراءة نموذجا، الديسلكسي وخدمت عليه. فقال لي ما علاقته بالمنظومة؟ بطبيعة الحال وجزء لما تحدثت عن التربية الدامجة فهي جزء مكون من المكونات لأنها تنتمي إلى فلسفة البلد. البلد هو المغرب بصفة عامة، أي دولة هي فلسفة التربية، منظومة نظام تعليمي معين يعكس فلسفة البلد. يعني المغرب تبنى التربية الدامجة وأصبح يعير اهتمام للأطفال في وضعية الإعاقة. نقول حتى أنه مصطلحات تغيرت، هناك برنامج وطني صدر في هذا الإطار. فقال لي أن أعرف معنى النظام التعليمي. بعد أن قلت بتعريفه بدأ النقاش حول مشروع البحث. لأن لماذا اخترت هذا العنوان؟ هل لماذا مثلا لماذا أخذت التقويم؟ قلت لا، تحدثت عن التربية الدامجة من حيث التنفيذ، لا من حيث الأجراء كيف يتم إجراءتها في، هل يتم إجراءتها بشكل فعلي؟ هل نتبع فعلا مشروع بيداغوجي فرضي لكل تلميذ أو لا؟ هل تطبق في المدارس؟ هل هناك وسائل لإجراء التربية الدامجة؟ هل هناك برنامج الوطني يتم اتباعه في التقويم؟ هل نأخذ بين الاعتبار هذه الفئة؟ إذا قلت له بأن هذه كل أمور تم أخذ بين الاعتبار في البحث. ثم بدأت أسئلة أخرى، الفرق بين اضطراب التعلم وبين صعوبة التعلم، هل هناك فرق بينهما؟
ما هي أنواع الإعاقة بالتفصيل، كل إعاقة أذكرها إلا ويطلب مني شرحها ماذا تعني بذلك. ثم تحدثنا عن البرنامج الوطني، قاعات الموارد. إذا كانت هل سبق لي أن قمت ببحث في التربية الدامجة؟ قلت لا، طبعا هذا موضوع جديد بالنسبة لي أنا أبحث فيه. هل درست دراسات، قمت بقراءة الدراسات في هذا الميدان؟ بالحال هناك دراسات قلت باللغة العربية، ولكن لم أقرأ ولم أطلع على دراسات باللغة الفرنسية. إذا تقريبا عكس الأخ الدرقاوي، أنا تقريبا منذ بداية المقابلة إلى تقريبا 50 دقيقة الأولى كلها باللغة الفرنسية. بعد ذلك تفضل الأستاذ بأسئلة في مجال آخر هو في مجال التربية الإسلامية. طلب مني مرجعيات بناء المنهاج، مرتكزة المنهاج، تحدث مثلا للتربية الإسلامية أن العقيدة الأشعرية والتصوف السني وكذلك إمارة المؤمنين إلى آخره، يعني المذهب المالكي. إذا طلب مني فأجبته، ثم بادرني بسؤال آخر حول العقيدة الأشعرية، من هم الأشاعرة؟ ماذا يبطلون وماذا لا يبطلون؟ أسئلة مرتبطة. ثم ما هو الفقه؟ أعرف الفقه، ما علاقة الفقه بالاجتهاد؟ ما هو الاجتهاد؟ ثم بعد ذلك وضعية مهنية، مثلا أنت كمفتش دخلت إلى قاعة وقيل لك بأن هذا الأستاذ هو ملحد، كيف ستتعامل معه؟ وربما اللجنة طرحت عدة وضعيات على العديد من الأساتذة، وضعيات مشابهة، مثلا أن أستاذة ترتدي لباس غير محتشم، كيف ستتعامل معها؟ إذا وضعيات من هذا القبيل، يعني تطرح وضعيات ويرون كيف تتفاعل مع هذه الوضعيات. ثم كذلك ثم كان الأخ الدرقاوي أسئلة في مداخل التربية الإسلامية، ما هي مداخل التربية الإسلامية؟ ثم ما الجديد؟ المستجدات في اللغة العربية، ما الجديد في اللغة الفرنسية؟ ما الجديد في الاجتماعيات؟ ما الجديد يعني في مواد التفتح بصفة عامة؟ إذا أسئلة عامة يعني في مواضيع مختلفة. إلا أنه الملاحظ أنه لم أسأل لا في اللغة العربية، معارف اللغة العربية أو الفرنسية أو أي مادة من هذه المواد التي تدرس. وكذلك الملاحظ كذلك أن هذه اللجنة لم تسأل لي كذلك عن الديداكتيك. إذا كان محور النقاش حول مشروع البحث تقريبا 50 دقيقة، وما تبقى تقريبا ربع ساعة أو 20 دقيقة حول الفقه، ما يتعلق بالتربية الإسلامية، الأشاعرة، الفقه، الاجتهاد إلى آخره، وأسئلة في المنهاج. إذا هذا يعني خلاصة المقابلة التي اجتزتها. ربما ما أغفلته هو في بداية المقابلة طلب مني أن أقرأ ذلك النص، كان حول فلسفة التربية، وربما طرح علي سؤال لم أعد أذكره. إذا هذه تجربتي بالنسبة للشق الشفوي. هناك تجارب أخرى يمكن نسمع الإخوة ديالنا، من أراد أن يتفضل. أخي الكريم أستاذ عبد الله تفضل. سيد الله عوالي تفضل. نعم هل هناك من أسئلة أو إضافات تجارب أخرى؟ بالنسبة للإخوة الكرام المجال مفتوح للجميع. أختنا بلا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مجددا. زيادة في سرد مجموعة من التجارب، فقط أذكر أن نفس اللجنة عند نفس اللجنة لا تمر المقابلات بنفس الطريقة. لاحقا وبعد انتهاء من المقابلة الشفوية التقيت بمن مروا عندنا في اللجنة، من
يعني أدوا المقابلة الشفوية مع نفس اللجنة، وعندما بدأت مقارنة الأسئلة وجدت أن هناك اختلاف كثير. كما ذكرت سابقا وسأعيد التأكيد على نفس النقطة، أن مجريات المقابلة المترشح من يحددها. مثلا عند نفس اللجنة بعض المترشحين طلبت منهم اللجنة أن يؤدوا النشيد الوطني وأن يؤدوا بعض الأناشيد التربوية. لا أدري يعني ماذا قدموا في التعريف أو مجريات المقابلة كيف تمت، التي حصرتهم في خانة أنهم يقوموا بإنشاد بعض الأناشيد التربوية أو وأن يؤدوا النشيد الوطني أمام اللجنة. أيضا بعض المترشحين طلب منهم أن يخترعوا لعبة تربوية في نفس اللحظة أمام اللجنة، أن يقوموا ب ب ب ب ب مونتاج، on peut dire qu'il s'agit d'un scénario pédagogique en ce qui concerne le jeu pédagogique. مثلا مترشحة طلب منها أن تعد لعبة تربوية مع متعلمين لتحارب الغش. كيف يمكنك محاربة الغش من خلال لعبة تربوية؟ مجموعة من الأسئلة الأخرى، مثلا عند لجان أخرى سمعت أن طلب منهم أن يقدموا درسا في مادة الاجتماعية، درس كامل أمام اللجنة بجميع مكوناته، تقديم جميع مكونات درس في مادة الاجتماعية. هناك من اقتصرت معهم اللجنة حول موضوع البحث، فقط موضوع البحث. هناك بعض اللجان لم تتطرق نهائيا لمشروع البحث بل ركزت على المعارف. يعني هناك اختلاف كثير حسب اللجان وأيضا حسب المعطيات وحسب سير اللجنة الذي يحدده، ربما التعريف الذي قدمه المترشح، ربما ما سرده أمام اللجنة. يعني هنا تبقى متغيرات كثيرة. وهناك شيء آخر لم أتقاسمه معكم، وهو ربما طرفة حدثت لي أثناء المقابلة. تقريبا في وسط المقابلة عندما انتهى معي أستاذ متخصص في الديداكتيك الرياضيات المقابلة، رن الهاتف، مع أنهم طلبوا مني أن أضع الهاتف في الصامت، يعني نديروا مثيرة. فعلا عندما طلبت مني اللجنة أن أضع الهاتف في وضع الصامت، وضعته في وضع الصامت، لكنني نسيت أنني عندي واحد الغافي، واحد الألارم كيسون مع اون اور اكزاكت، مع الوحدة بالضبط. عندما يعني أنا تذكرت هذا وصراحة صراحة هي مضحكة ولكن في نفس الوقت مستفزة جدا، أنه عندما رن الهاتف يعني حرفيا أحد أعضاء اللجنة يعني خبط على الطبلة، صارت دائرته فغضب وقال لي بالحرف: أشنو هادشي يا أستاذ؟ أشنو قلنا لك؟ يعني بالضبط بالحرف. أنا ما كان مني إلا أني طلبت منه يعني واحد الهدوء واحد الثبات، يعني ربي إلا بغاك تنجح يهيئ لك سبل النجاح. صراحة أنا ما كان مني إلا أنني طلبت يعني بأدب أنني نسكت الهاتف، يعني نوضعه في الصامت. يعني مشيت في هذيك لي دو با ما بين الكرسي وما بين الساكامان ديالي اللي غادي نجبد منه التليفون ونطفي، يعني حاولت نرجع الهدوء ديالي، يعني ما خصنيش نبدي أمام اللجنة. وفعلا صراحة ما بانش عليا التوتر. ملي مشيت وضعت الهاتف في الوضع الصامت، تدرت عند اللجنة وقلت لهم يعني كل الأدب، قلت أنا في راسي قلت يعني لن أعتذر عن شيء، لأنه هو ماشي لا يعتبر لا يعني ما هوش جريمة، ما هوش يعني أنا لم أخالف التعليمات التي أعطت اللجنة، يعني ما كلاش نعتذر، ولكن قلت أن خاص يفو جوستيفي، ما يمكنش أنا نمشي نوضعه في الوضع الصامت ورجع لبلاصتي كأن شيئا لم يكن. إذا أنا واقفة في مكاني استدرت عند اللجنة وقلت لهم بالحرف: لن أستطيع أن أضع الهاتف في وضع الصامت، الهاتف لم يعني قلت لهم أن الهاتف لم يرن، ولكن هو استجد أن أضع وهي مسألة حياة أو موت. بالحرف يعني ربي ألهمني هذا الجواب، وفعلا أنا زعما لم أكذب أنه مسألة حياة أو موت. لن أستطيع أن أضع
الهاتف وضع الصامت بالنسبة لنا، لأن ألاغ يتعلق بواحد المسألة مهمة يعني ذكرتها لهم، يعني لأن المقام يعني لا يتسع أنني نذكر علاش، ولكن قلت لهم وربي أنه ألهمني أنني نربطها بموضوع البحث ديالي. قلت لهم أنه هذا وهذا في صميم ما أكون فعلا نفس النقطة، سبحان الله تناقشوا حول موضوع البحث، قلت لهم هذا يدخل في صميم موضوع البحث وهو ما كنت أناقشه معكم يعني في هذه النقطة اللي وقفنا فيها عن المناقشة. صراحة اللجنة هذيك الإكسبرسيون اللي ترسمت على وجههم لحد الآن يعني عمري ما ننساها، واحد الإكسبرسيون ما عرفت كيفاش نوصفها، أن بحال حتى الأستاذ اللي يعني اللي دارتك هي أنا أعرف أنه هو ماشي حقيقة أنه غضب، لا هو افتعال الغضب لانه قصد الاستفزاز، لان المقابله تكون فيها استفزاز، وانا بالنسبه للمقابله اللي مريت فيها كان فيها لزوم غير الاستفزاز طالع بزاف. حسيت به كانه ندم على ديك رده الاستفزاز، ويعني وصافي رجعت للمكان ديالي واتممت المقابله كان شيئا لم يكن. ولكن هناك بعض النقط رغم انها نلمسها انها سلبيه، ولكن سي اون سي كومون زعما كومون ليكسبلواتي غادي تكون سوف تلعب دورا ايجابيا انه تخدمك بواحد الجانب معين. عندنا كما قلت وغنعاود نقول ونعاود نذكر بها ان سير المقابله كتحكم فيه انت كمترشح، يعني في مجموعه من النقط اللي كتخاصم مع اللجنه سواء في التقديم او موضوع البحث تعريف نفسك الى اخره، وكاين ايضا المسائل غير متحكم فيها لان تاتي بعض المواقف الاستفزازيه كما سبق وذكرت لكم اللي يجب على المترشح ان يعرف كيف يتعامل معها ويحتفظ بالثبات الانفعالي. وشكرا واستسمح ان اطلت. شكرا اختي نبيله. اذا فكما قلنا فهذه اللجان تختلف بطبيعه الحال، هناك لجان تركز على المعارف بشكل كبير جدا، هناك لجان ربما تركز على الديداكتيك، هناك لجان خليط بين هذا وذاك، حتى انه هناك لجنه معروفه انه تبدا معك منذ البدايه باللغه الفرنسيه الى النهايه، اذا لا اريد ان اذكر اسماء، لكن وين هذه لجنه معروفه لانه من بداية التقديم إلى نهاية الحصة فكلها تقريبا تكون باللغة الفرنسية. اللجان هي تختلف وكل لجنة لديها خصوصية، ولكن في الأخير فالأمر لن إذا قد يهم مشروع البحث والسيرة الذاتية، يهم كذلك ربما أسئلة حول البحث، ربما أسئلة حول المعارف، ربما أسئلة حول الديداكتيك، ربما خليط من هذا وذاك. إذا أفتح لكم باب النقاش لتسألوا، وربما من أراد أن يفيد فليفيدنا. إذا تفضلوا الأخ عبد الكريم، تفضل. سيد الحكيم، سيد الحكيم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. تحية الأخ نورتين وجميع الأخوة المتدخلين، شكرا لكم على هذا اللقاء الماتع الممتع والمفيد، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا ألف خير. سؤال سي نورتين، حبذا التذكير بالنقاط الأساسية التي يجب التطرق إليها أثناء تقديم النفس، وشكرا. نعم شكرا. إذا بالنسبة لتقديم النفس لابد أن تكون منهجية خاصة، يعني تعال نبدأ بالاسم والنسب، بعد ذلك ممكن نتحدث عن المعلومات الشخصية في حدود السن ومقر الذي سكن، ثم بعد ذلك أمر إلى ما هو أكاديمي من الشهادات المحصل عليها، بعد ذلك أمر إلى المسار التدريس تبخمي أفكتاسهم فاش كانت، بعد ذلك أين انتقلت، بعد ذلك يعني يعطي نبذة عن مسارك المهني،
للمستويات التي درستها أو للمناطق التي اشتغلتها. إذا هذه كانت تجربة مهنية فهي مفيدة جدا. ثم بعد ذلك يمكن أن ننتقل إلى المستوى الرابع وهو الذي يتعلق بالخبرات التي مررت بها، مثلا قمت بتكوينات، شاركت في منتديات، شاركت مثلا في خلية الإصغاء أو كذا. إذن كل واحد لديه طريقة في تقديم نفسه، ولكن العموم نبدأ بالاسم والنسب ومعلومات شخصية في حدود بسيطة، بعد ذلك ننتقل إلى ما هو أكاديمي يتعلق بالشهادات المحصل عليها، بكالوريا، إجازة وماستر وغير ذلك. ثم بعد ذلك المسار المهني، يعني مسارك أين بدأت، بعد ذلك أين انتقلت، أين درست، ماذا درست، هذا يمكن أن تخوض فيه ويبين أنك مسارك غني. ثم المستوى الرابع، الإضافات التي لديك في حقل التربية أو التعليم، انتمائك إلى نوادي، نادي الرسم أو نادي كذا، تنشيطك مثلا لخلية من الخلايا التي توجد في المدرسة أو نادي من النوادي، أو إشرافك على مجلة أو إلى غير ذلك، كل ما يمكن أن يكون إضافة بالنسبة لك. وهنا أحدد الفرق بين السيرة الذاتية وبين الرسالة التحفيزية. فالسيرة الذاتية فأنت تسرد، كتحكي، كتعاود، أنا سميتني كذا، السن ديالي، بديت عندي بكالوريا، عندي هذه، التعيين الأول ديالي كان هنا، انتقلت هنا، زدت هنا، تحكي، تسرد، عضو جمعية كذا، عضو نادي كذا، مشرف على كذا. إذن أنت تسرد. لهذا يجب أن تكتب تلك السيرة الذاتية باللغتين الفرنسية والعربية. وهنا أحيلكم على وصفة ستفيدكم كثيرا قبل أن أمر إلى الفرق بين السيرة الذاتية وبين الرسالة التحفيزية. فالوصفة هو أنه عندما تكتب هذه السيرة الذاتية فمن المحبب أن تسجل نفسك وأنت تتحدث. يمكن أن تقف أمام المرآة لترى تعابير وجهك، ترى حركات يدك، ترى كيفات تتكلم. ومن الأفضل يعني أن يكون فيديو، صوت وصورة، ترى نفسك. نحن لا نرى أنفسنا، ولكن بهذه الطريقة هذه فعلا سترى نفسك، ربما الحركات التي تقوم بها بشكل لا إرادي، الكلمات التي تتكرر، الأخطاء التي ترتكبها في النطق. إذن تعيد هذه السيرة الذاتية مرة، مرتين، ثلاث مرات، عشر مرات، حتى تضبطها جيدا بالفرنسية وبالعربية. مرة أذكر مترشح من المترشحين يعني ضبط السيرة الذاتية جيدا باللغة الفرنسية، وعندما دخل اللجنة الخامسة التجربة الأولى سنة 2018 فقال له قدم نفسك باللغة العربية، فارتبك، لم يستطع أن يقدم نفسه، فكان ارتباك، يتكلم ربما كلمة كلمتين ويصمت، لا يعرف، تفاجأ. إذا هذه مسألة غريبة جدا تقع. إذا ذلك المترشح لم يكن يعرف بأن الإنسان يجب أن يكون مستعدا لكل المفاجآت. إذا أقدم نفسي باللغتين الفرنسية والعربية، أسجل فيديو وأمسحه وأعيد وأعيد وأعيد، وربما ألجأ إلى صديق وسرد سيرتي الذاتية أمامه. عندما تقول أو تسرد سيرتك الذاتية يجب أن لا يظهر بأنك تحفظ، تكون بشكل تلقائي. أن الإنسان الذي يحفظ يستظهر كيبان بأنه راه إلى قطعك مشارك راس الخيط، ولك بالتي فين في أي مستوى درست، المستوى الخامس جيد أكمل، اللي حافظ ربما قد لن يستطيع يتبلوكا. إذا نكون فاهم هذه السيرة الذاتية وعارف ديال واحد الشيما، الشيما فرنسي، عارف أنا المسار غنقول هذه وغنقول هذه وغنقول هذه وغنقول هذه وغنقول هذه، عارفها، ما يكونش عندي ارتجال في هذا العمل، يكونش مضبوط فعلا، ولكن كتحفظ وكتزيد، ولكن إلا قاطع لي يكون عندي أنا ذاك الشيما في الدماغ ديالي، يعني تقطعش لي راس الخيط، ما تعرفش أنا فين، يعني نقدر نتجلى وما نعرفش شنو غادي نبدا وفين شنو غادي نقدم وشنو غادي نأخر. إذا السيرة الذاتية تقدم يستحسن تقدم، و
يعني في امام الفيديو، تصور راسك وامسح وعاود وامسح وعاود وامسح وعاود عده مرات حتى تضبطها مزيان باللغتين الفرنسيه والعربيه. كذلك مشروع البحث، مشروع البحث نضبطه باللغتين الفرنسيه والعربيه، لانه سيطلب منك ان تقدمه. انا اعطيتكم الحاله ديالي، طلب مني ان اقدمه تقريبا ازيد من 10 دقائق، وهو غير كيسمعوا لي واش نقول. ثم بعد ذلك يبداون بالنقاش. قلت ان الفرق بين السيره الذاتيه وبين الرساله التحفيزيه هو الاتي: السيره الذاتيه انت تسرد، ولكن الرساله التحفيزيه انت تبرر. درست مثلا لدي اجازه في الفرنسيه، الشيء الذي سيمكنني قيمه مضافه في هذه اللغه بانه اكتب تقارير جيده، اتحدث بطلاقه، كذا كذا. دائما تربط بين الميزه التي لديك وبين الفائده التي ستقدمها والاضافه التي ستقدمها. مثلا شاركت في عده تكوينات، اثرت مثلا اساتذه المقبلين على مباريات التعليم، ولا تعطي بان عندك الامكانيه ديال انك دير تعطير وتكوينات يعني في هذا المجال ديال التفتيش. اذا السيره الذاتيه للرساله التحفيزيه دائما يتبعها تبرير. لماذا؟ اعطي الشهاده او الشيء الذي يتميز به، ثم بعد ذلك ابرر. هذا هو الفرق بين السيره الذاتيه وبين الرساله التحفيزيه. ثم هناك طريقه ثانيه، قلت الطريقه الاولى هو ان تشجع نفسك. الطريقه الثانيه هو انه تلك مجموعات العمل التي تكون، وهذا ربما نقدر نعيش معكم هذه التجربه الى كتب الله تبارك وتعالى، انه يعني قبل الشروع في الامتحان ان شاء الله كان يخرجوا النتائج اليوم اللي بعد منه. اذا انت يسر كنا ناخذ واحد العينه ديال المترشحين، جوج او ثلاثه او اربعه ولا اللي قدرنا انه يكون، ونديروا لجان تجريبيه، ويكون نحطوا هذاك المترشح في الاجواء ديال الامتحان، سواء هكا سواء بعضياتكم ثلاثه المترشحين بيناتهم يكونوا في واحد البيت ولا في القهوه ولا كذا، فين تيتلاقاو وجوعوا بيناتهم، تفضلوا انت يلعب الدور، يقدم نفسه، يقدم مشروع ديالو، والاخوان ديالو يطرحوا عليه اسئله. هذا تقويم ذاتي بيناتكم، يعني في ذاك الايام استعدادا للامتحان، يمكن ندير تجربه وجوج تجارب وثلاثه واربعه، باش هذا ننمي هذا الجانب ديال اللي يكون عندي سرعه في بديهة الاجابه، وتمكن انه ربما الاسئله اللي تطرح تكون اقل صعوبه من هذه الاسئله اللي يمكن تطرحوا بيناتكم بحال هكذا. هذا هو الحويجات اللي كننصح ان المترشحين انهم يقوموا بهم. ومساله اخرى كنعاود ناكد عليها بزاف بزاف، هو التواضع. ماشي انت متكبر، لا، ماشي ان هذاك الشخص متكبر اللي غادي يدوز، لا، اقول هذا لان الاخر ربما ينظر اليك بهذه النظره. كيشوف السي في ديالك كيشوف كتهضر بالفرنسيه وعندك ثقه في النفس وكتهضر، ربما هو ينظر الى تلك الكفاءه التي لديك انها تكبر وانه لا تصبح. لان كلها امور يمكن انها تكون. لهذا الانسان حتى وان كان لديه شيء كثير وكفاءة كبيرة، فالإنسان دائما يكون حذر. ربما هذا الشيء الذي تظنه ربح ربما قد يكون مصدرا لخسارتك. إذا هذه أنبه لها كثيرا. تفضل الأخ عبد العزيز. أو أي آخر يريد أن يتدخل؟ السلام عليكم. تفضل. ألو. تفضل أسمعك. تفضل أسمعك. السلام عليكم مرة أخرى، وكنتمنى التوفيق للإخوان كاملين إن شاء الله بإذن الله. بالنسبة لبعض النقاط اللي مهمة بزاف، هو ستريس، هو في التوتر اللي كيسبق سواء خلال او قبل المباراه. باش يمكن نقضيو على التوتر، هو الاعداد الجيد، يعني الاعداد الجيد هو نصف
نصف النجاح وايضا وسيله للانقاص من هذا من التوتر. كاين بس وجهك ميبسط مثلا نسيتي لاكارت ناسيونال على البعث شي حوايج اللي بساط يقدر يخلق لك واحد التوتر اللي غادي ياثر عليك خلال قبل وخلال المقابل. ايضا بالنسبه للتعريف بالنفس يعني يحاول الانسان انه يستعمل يتحدث على كل ما هو مهني كل ما هو ايضا حتى العمل التطوعي بالاضافه لما قال الاخوان ايضا العمل التطوعي هو حتى مهم ويتجنب مثلا انتماءات اللي مثلا سياسيه او دينيه او شيء من القبيل يعني تقدر تكون يعني معارضه مثلا او لاحد الاطراف الجنه موقف منها. بالنسبه للهندام ايضا يكون الهندام اللي يكون نوتر ما يكونش مثلا في الوان اللي كتشكل واحد الازعاج بصري مثلا وحتى العطور حتى هي تقدر تخلق اشكال. شيء اخر هو هو ان الانسان يكون على السجيه ديالته عند قيام هذه المقابله ما يتصنعش وكما قال في نور الدين انه ما يتكبرش حتى التصنع ولا التكلف ولا التصنع في الكلام او في المعرفة أو شيء من هذا القبيل فإنه يمكن أن يؤدي مترشح. عند الانتظار أيضا الإنسان يركز على نفسه يركز على ذاته أنك يكون مشوشات يقدر يكون مثلا واحد ستريسي يقدر يجي يعني يجيب لك ستريس نتا ولا مثلا يكون مثلا داز واحد التجربة خايبة في المقابلة يقدر يطرح عليك حتى نتا أيضا. أيضا المهم في المقابلة هو أن الإنسان أن هذوك اللجنة الدور ديالها الأكبر هو أنها فعلا أن المعارف دوزون في الامتحان. اللجنة الدور ديالها الكبير هو كتشوف أنت كيفاش كتواصل كيفاش كتشوف ماذا لديك من معلومات وكيفاش كتواصل كتقلب بزاف على الجوانب الشخصية مثلا تنظيم الأفكار ضبط النفس ردة الفعل التفكير عند طرح السؤال عدم التسرع ما هي إلا وعاء لهذه المقابلة هي استنكونتوية. أما الجانب التواصلي هو اللي مهم بزاف والإنسان غيسولك على آخره ولكن أنت فاش كتحكم في السيره الذاتيه ديالك انك تضبطها كامله بالفرنسيه والعربيه تحكم في البحث ديالك يعني وفي البحث ديالك بجميع النقاط ديالو اي مصطلح استعملتيه سواء في السيره الذاتيه او في البحث خصك تضبطه ضبط جيد يعني ملي ضروري يدخل معك لي ديطاي ديال الموضوع. ايضا من بين الطرق اللي كتستعمل مثلا في شي وضعيه مهني كيسولك على شي مثلا عن التجربه ديالك كاين واحد الطريقه كتسمى ستار. هاد الطريقه هادي ملي كيقول لك مثلا احكي لنا على مثلا واحد التجربه ديالك في القسم مثلا طريقه ستار هي اس كتوصف الوضعيه هادي كتعاونك على تنظيم الافكار ديالك كتوصف الوضعيه ثم تي هو الدور ديالك انت في اش مستوى كنت كتقري ولا اش من درس مثلا كنت كتقدم اش كنت كدير في هذاك الدرس الى خارج ما حوصلتش ليه ثم الفعل لي زاكسيون لي ما هو الفعل الذي قمت به في خلال هذه تلك الوضعيه يعني شنو هما الممارسات اللي قمت بها شنو استعملت بها الى اخره كيف يقدر يقول لك مثلا بقى واحد المشكل انت غتشرح بهذه الطريقه ديال كيفاش حليت هذاك المشكل ثم لو ريزولتا يعني اذا كنت كتكلم مع شي تجربه من الاحسن تقدم نتائج ملموسه إذا كانت بأرقام أحسن هذه كتعاونك على تقديم تنظيم أفكار ديالك وتقديم تجربتك بشكل سادس. وكنتمنى التوفيق لهذا المكان وكنتمنى التوفيق لكل اللي تجتاز مباراة تفتيش الشفوي إن شاء الله وكنتمنى لكم أنكم تنجحوا في الكتاب بإذن الله. أنا للأسف ما تجوزتش هذا العام مرة أخرى إن شاء الله بإذن الله وكنشكركم بزاف وفقكم الله وشكرا لكم. السلام عليكم.
شكرا جزيلا الاخ عبد الهادي على هذه النصائح القيمه. كان الاخ سول الهندام، بالنسبه للهندام هل بالضروره خص نلبس الكوستيم ولبس كذا؟ لا، يعني الاخوان العام فايت كي اللي لابس يعني قميجه عادي ودوز، انما الهندام خصو يكون الهندام يعني يليق فقط، ماشي شرط ان البدله بواحد الشكل من الاشكال انه تكون حاضره، لا يقدر الانسان القميص ديالو بشكل عادي ما كاين حتى شي مشكل. هذا هو اللي كاين، يعني ما كاينش واحد الهندام اللي مفروض عليك ابدا داك كومبلي يكون لبسو مجد. لا الاخوان العام فايت كاين اللي لابس غير قميجه سكوب ولا قميجه عادي ودوز، ما كاين حتى شي مشكل، انما هو هندام مقبول وزوين ماشي شي ثاني لبس شي لبس اللي ماشي هو هذاك. لكن الاشاره اللي شرح الاخ هو انه فعلا ما يكونش عندي هذيك، خصني غير نجاوب طرح سؤال نجاوب. انا عجبني السي محمد امين الدرقاوي انه خدا الوقت الكافي ديالو، خدا الوقت الكافي ديالو في الاجابه، يعني حتى ترجم ديك الجمله يعني بكل اريحيه. بالنسبه اللي كندفعوا تقارير ديال التفتيش، فهذه التقارير يجب ان نكون على اطلاع بما كتب فيها. انه في سنه 2018 الزميل ديالي كان طرح ليه، كان عنده في التقرير ان هذا انك غياب الجدادات لا تتوفر على الجدادات، فقالت له اللجنه انه انت يبدو بانك شخص غير جدير بالثقه، انك يعني تدخل الى القاعه قاعه الدرس دون تحضير. اذا تفاجأ بالسؤال، لم يكن لديه جواب لهذا السؤال هذا فتفاجأ. اذا اي حاجه كاينه في التقرير يكون على بين شنو كاين في هذاك التقرير ونعرف شنو كاين، يعني شنو كاين في ذاك التقرير، حتى الا فيه شي نواقص نعرف كيفاش نجاوب، نكون موجد الاجابه لهذوك النواقص اللي عندي في هذاك التقرير. كما قلت بان السؤال ديال الاخ حول العتبه، فبطبيعه الحال ماشي قضيه عتبه، الا وصلنا للعدد اللي بغينا يمكن تكون ديك الساعات صافي اللي ما جابش. كانت مثلا كان الناس اللي نجحوا ب 10 مثلا 30، الناس اللي جابوا اقل من 10 30 راه ما غاديش ينجحوا. ولكن حنا كنعرفوا جميعا بانه في مباراه التفتيش الا بغاو 200 في الاخر كياخذوا 180 او 160 او 100، لان النقاط ما كيوصلوش الناس المؤدب كما قلت لكم. فالطريقه اللي كيعتمدوا هو الطريقه الاقصائيه، مترشح ما عجبوش راه بطبيعه الحال كيعطوا نقطه اقصائيه. علاش؟ لانه سبق لي قلت لكم ان السيد جاب 7 او 6 وجاب 13 او 14 كتابي ونجح، ولكن النقاط كانوا طافي الشوط، وهذا طرح مشكل، لان الانسان عنده مشكل في التواصل، بالضبط هذا الانسان عنده مشكل في اللغه الفرنسيه. اذا باش يسدوا هذا الباب هذا، فاللي جا اما انك تعطيك نقطه 10 الفوق، واما كتعطيك نقطه اقصائيه. وهذا الكلام يعني هذا مصادر موثوقه، هذا هو الطريقه اللي كيتعاملوا بها في الانتقاء. استاذ طارق تفضل. استاذ كريم تفضل. السلام عليكم. شكرا. الصوت مسموع؟ مسموع تفضل. اي بالنسبه للتدخل ديالي انا، بغيت غير ما كرهتش شي اخ ولا شي اخت اللي تكون معنا هنايا يتكلموا لينا على الجانب ديال الموضوع البحث، يعني كيفاش غادي نتكلموا على واحد البحث اللي حنا كنفكروا اننا ننجزوه، يعني البحث اللي غيكون خلال يعني مده ديال التكوين، يعني شنو هما الجوانب اللي غنتكلم على هذا البحث، شنو هو يعني شنو هما لي ديتاي اللي غادي نتحدث عليهم في هذا البحث اللي انا يعني يلاه كي عندي فكره بحث باقي ما كاينش البحث. لا هذا البحث هذا واش ديجا تقبلت الشخص الشفوي بغا يدوز او مازال تفكر؟ لا حنت دابا من بين يعني الاشياء اللي غادي يعني كيتحاوروا فيها في الشق الشفوي هو البحث، هو البحث ياك هذا البحث اللي دفعتي قبل مشروع البحث في رساله الفيزياء. فوالا هذا البحث واش بحث
ديجا قلت لك نجزتيه ولا يلاه غادي تنجزو؟ لا انا حسب هذاك مشروع بحث لم ينجز بعده ولم يفكر في تفاصيله بعد. هذا هو السؤال ديالي، يعني كيفاش شنو هما الجوانب اللي غتكلم عليهم في هذا البحث اللي باقي غير مشروع، يعني شنو هما الاسئله اللي ممكن انها تطرح في هذا الجانب ديال مشروع البحث؟ نعم، بالنسبه لمشروع البحث فاول حاجه غادي يطلبوا منك العنوان ديال هذا البحث، تعطيهم داك يطلبوا منك تقدم مشروع البحث، فانت كتقدم هذاك كتقول انه اخترتي العنوان الثاني، وهذاك العنوان شنو هي الاشكاليه اللي بغيتي تعالج، لان ما اخترتي هذاك العنوان الا وانه هذاك البحث يحاول ان يقدم قيمه مضافه ويحل مشكله من المشاكل. اذا كاين اشكاليه وهذيك الاشكاليه كتفرع عليها اسئله فرعيه، ثم بعد ذلك خصك تحدد الاهميه ديال هذا البحث والاهداف التي متوخات من هذا البحث، شنو بيتحقق في هذا البحث هذا. ثم يمكن تتكلم على السياق العام، يمكن هذا البحث هذا ما هي الدراسات السابقه التي تصب في نفس البحث، ثم السياق العام ديال هذا البحث. يعني اذا كنهضروا مثلا على التربيه الدامجه في المثال اللي عطيت، فكنتكلموا على انه ورد في الرؤيه الاستراتيجيه في الرافعه الثالثه او الرابعه، ثم انه ورد في الميثاق، ثم انه كاين في البرنامج الوطني للتربيه الدامجه اللي صدر في 2019، ثم انه تكلم في كذا، ثم التقرير كذا، ثم التقرير كذا. يعني السياق ديالو فين كيتمحور هذا، ثم كتكلم على يعني المجموعه ديال المصطلحات المفاتيح اللي كاينه في هذا البحث اللي كتحط، ثم تكلم على الجانب الاجرائي، تقول انه هذا بحث يعني مجرد مشروع بحث، ولكن إذا تيسر يعني كنفكر أنه غناخد هاد الخدمة في هاد العينة، مثلا خدمة ثلاثة مديريات أو جوج مديريات، وغنخدم مع الفئة ديال الأساتذة والأطفال في مضيعة الإعاقة، غنخدم مع الآباء، غنخدم كتحدد ديك العينة بطريقة غير مفصلة، لأنه أصلا هاد الأمور هادي غادي تخدمها من بعد، يعني كإشارات فقط. إذا هذا هو الأمور تقريبا، هاد الموضوع هذا ديال كيفاش نقدم مشروع البحث. ان شاء الله بعد صدور النتائج تكون ان شاء الله في المقارب، يمكن اذا تيسر نديرو حصه تجريبيه وتطوع واحد جوج ولا ثلاثه من الناجحين ونجربو معاهم في لجنه، يصيفطوا لنا مشروع البحث ديالهم ونديروا هاد الاسئله كيفاش تخدم، وتكون محاكاه قدامكم باش تاخذوا فكره على المبارك باش كتمر. راضية تفضلي. الأخ محمد تفضل. إذن إذا ما كانش ملاحظات فيمكن إن شاء الله برمجة لقاء آخر بعد صدور نتائج شق الشفوي. إذن الشكر موصول، الشكر الجزيل أخت نبيلة المزاري على مشاركتها القيمة، الشكر موصول كذلك للأخ محمد لامين البوصادي، الأخ محمد أمين الدرقاوي، الشكر موصول لجميع المشاركين والمشاركات، تحية خاصة لصفحة يوتيوب كافات كادر في شخص الأخ حسان وأخ عبد الله عوالي اللذان يسهران دائما على تقديم الجديد ومواكبة كل ما بمشأنه أن يفيد الشعب التربوي. الشكر للجميع وإن شاء الله أتمنى لكم التوفيق، ولقاؤنا بعد صدور نتائج الشق الشفوي إن شاء الله تبارك وتعالى. تحية للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.